يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء كل حاجة حلوة. النهاردة بقى بعد صلاة العيد خرجنا امبارح، النهاردة بقى تاني يوم ورايحين فين؟ قولوا له مثلا رايحين فين. فندم سابت الامتحانات وخرجت، راحوا فين يا فندم؟ هنشيل التاريخ. احمد بينفخ الكاوتش واحنا قاعدين مستنيينه. امال سندي بقى هتعمل ايه؟ قولوا له مثلا رايحين فين؟ رايحين فين؟ اول انت اللي اخترعتي انت وبابا الخروجة الجميلة دي. رايحين المقطم. بصوا انا رحت مره ما عجبنيش بصراحه، فهم قرروا مصممين يروحوا المقطم، فهم هنشوف خروجتهم النهارده حلوه بقى مع بعض ولا لا. هتروحي معانا ولا تخليكي انت بره؟ انا بره. ده ما انا ايه اللي جابني؟ انت رحتي ذاكرتي تاني. عاصم فين؟ عاصم مش سوي. عاصم تعالى كلم، يلا اعمل لهم لايك، حطوا لايك. مالا مالا كلميهم يا مالا، قولوا لهم حاجه. عندك الخروجه بتاعت بابا وسنتي اللي اختاروها، وانت عاصم قول لهم حطوا لايك. يلا يلا قول لهم حاجه عاصم، عشان احنا ما صدقنا نروح في حته فيها نور. هنروح بص، تروح الملاهي؟ تروح الملاهي ولا تروح فين؟ ولا عايز تروح الجنينه؟ بص عاصم لبس لبس العيد اهو، وريهم لبس العيد يا سوم، وريهم الشورت. شورت الحلو، مين اللي جاب لك التيشيرت الحلو ده؟ ماما؟ ماما ولا بابا؟ بابا. بابا والله كدبت انا اللي جايبه له. ماما ولا بابا؟ طب وريهم انت مالك لبس العيد. بص مالك، مالك مش معايا تيك توك؟ تيك توك. اهلا اهلا احمد جاوب خروجة المقطم. انا قلت لهم ان انت هتودينا المقطم. ها اما نشوف بقى خروجتك ولا خروجتي. النهارده اليوم بتاعه. طب النهارده اليوم بتاعنا. اليوم بتاعك مش انت اللي اخترت الخروجه دي؟ لا هي والله العظيم انت اللي قلت المقطم. انت اللي قايل المقطم بقالك اسبوعين. والله انت بتكذب قدام الناس. انا ما بكذبش. الناس فين؟ الناس دول احنا قاعدين لوحدينا. الناس قاعدين معانا، الناس شايفيننا وانت بتكذب قدامهم. لا مفيش ناس. لا الخروجه النهارده بتاعته، بكره انا مش عارف الطريق، يعني حد يقول لنا الطريق. كمان هيودينا المقطم مش عارف الطريق ده، هيتوهنا. اللي يعرف الطريق يتصل بيها ويقول لها. قول له بابا احنا هنروح فين؟ فين؟ انت مصر؟ عازم قال لنا نروح عند. اللي يعرف الطريق يتصل فينا ويقول لنا. طب احنا ماشيين فين كده دلوقتي؟ احنا لسه على الدائري. صح؟ عايز اقول لك ان اليوم النهارده بتاعك. ماشي؟ من اوله لا. اليوم بتاعي. لا لا اليوم بتاعك انت. هو دخلنا في حته ضلمه ومش عارف نصور. انا صورت في البنزين عشان لقيتها نور. لا والله. والله بص لنا الدنيا ضلمه ازاي. اليوم بتاعك انت مش بتاع انا. لا بتاعك انت والله. لا هنشوف بقى المقطم. بص احنا رايحين دلوقتي في طريقنا الى المقطم. هنشوف بقى الجو هناك والاجواء ايه هناك في العيد، واصور لكم واقول لكم. نشوف بقى خروجته النهارده اللي حلوه ولا خروجته. لا بس انت قلت انا مش عايز ابيع المقطم. انا فعلا قلت كده. مبلاش على نفسك ليه بقى في الموضوع؟ مش انت اللي قلت لي تعالي؟ ده انت اللي قعدت تتحايل عليا ساعه ان انا انزل. انا مش عايز انزل الخروجه دي. ولا عبرت بس. لا والله انا ولعت الكشاف عشان الدنيا تنور واسمع كلامك كويس عشان مستمعين. اقول اقول ايه؟ اسمع ايه بقى اختيارك للمقطم؟ مش فاهمها. عشان مكان عالي. عشان مكان عالي. شفتوا بقى؟ خليكم شاهدين عشان لو حصل لي حاجه يا بابا ولا ايه؟ حدفت من فوق المقطم. ماشي مكان عالي كده وسالك. انا جبت المج بتاعك في نفس بتاعي مش هتسيبني من الحته. لا انا مش هسيبك والله اي حاجه. يا عالم بقى مين اللي هيشرب فينا، انا ولا انت؟ انا بابا. في حد عايز تروح توديك في المين؟ ده ايه المحبه دي؟ ايه المحبه دي؟ تعالى وريهم نفس العيد. يلا وريهم نفس العيد. قوم يا سلام على العسل. بص عاطف الشياكه القمر ده. انت صادق؟ الواد عسلوي ده عسل. عظيم. اتبصر اتبصر ماما. يلا الله. مين اللي جاب لك التيشيرت الحلو ده؟ ماما. لا انت قلت في اول الف اول الفيديو بابا. مين اللي جاب التيشيرت الحلو ده؟ ماما. ماما. طب قول لهم اي حاجه. قول لهم ايه؟ وحشتوني. قول لهم وحشتوني يلا. يلا عشان اجيب لك التيشيرت تاني حلو. هم عايزين يسمعوا صوتك. غنيهم يا عسلوي. عظيم. هنروح فين؟ حطوا لايك، اعملوا كده، حطوا لايك. حطوا لايك عشان تسيبوا. بصوا زمان عسل اهو. قول لهم حطوا لايك. قول لهم انت رايح فين؟ عاصم ما يعرفش يعني ايه المقطم اصلا. المفروض عاصم يروح ملاهي مش مقطم. اعمل ايه في الجبل؟ اعمل ايه طيب؟ مش عارف تعمل ايه؟ انت خلينا في حاجه حلوه كده. والله انتوا امبارح قبل ما تناموا. لا ما كنتش مقتنع انا بالمقطم. مسكت مسكت. لا انا ما قلتش حاجه. صح يا عصام انا قلت حاجه؟ انا قلت حاجه؟ انت ساندي والله مش عارف. والله
احنا محتارين مش عارفين نروح فين. انا كنت عايز اعرف جزيره البلد فين. احمد بندور على مشغل ايه ده احنا ايش دي كده ده ايش دي شغالين الجي بي اس عشان مش عارفين نروح المقطم. ايه اس دي ايه اس دي وفتة وانتوا لا قالوا انتوا لا غير انت لا انت لا قالوا انا كنت فتة وانتوا لا انت لا هو روح انا وابوك هناك في المقطع واقول لك هنعمل فيه هناك هنعمل لعبة حلوة انا وابوك على خروجة حلوة ونشوف مين فينا اللي هيكسب اللي هيكسب ولا يخرج التاني القصدي اللي هيخسر ولا يخرج التاني على حسين احسن انا احسن ايه ده ابوك مش وسابنا الحق ابوك راح فين؟ عازم بيسوق العربية يلا سوق زمان لهم سامعين؟ شايفين سوق اللي بيسوق العربية ايه ده بابا راح فين؟ بيمسح العربية وانت اللي بتسوق؟ يلا سوق بينا بقى ودينا على المقطم ودينا القناطر يا سوق ودينا القناطر يلا يا سواق يا شاطر ودينا القناطر سندي صباح الخير سبت الامتحانات وجيتي معانا يا حبيبتي انت المفروض تقعدي في البيت انكد على نفسي يعني لا ما تنكديش على نفسي والله بص بص عاصم قال لهم قط لايك قال لهم يلا الفيديو ده ينزل من غير مونتاج ها امسك لسانك شويه عاصم يلا تعالى سوق انت وقعك بيوقعك؟ معلش هات بصة تاني لماما بصة حلوة لماما وقعت تاني؟ الله وصلنا الحمد لله إلى المقطم ما تهنيش الحمد لله عاصم يا إيه الظلام ده عاصم بص الطيارة الطيارة فايق هنا ايه بقى هنا زي كافيتيريا كده بتقعد عليها يعني بس غير التاني؟ التاني زيه بقى التاني بس التاني وقت شويه عن كده. يعني تعالى نقدم نبص كده. ده اختياراتك. اختياراتي. امسك عاصم حلو. راح للتنين احسن من هنا. مش عارفة بقى اكرر وفكر ده اختيارك وانت تتحمل نتيجة خطأ ماشي ما انا معاكي بس قولي لي عايزة اقول لهم بقى ان مفيش حاجة هنا في مصر عندنا من ببلاش اه كله بقى بفلوس حوطوا المقطم بسور وبقى بتذاكر مفيش حاجة قدام كده اي يدخل بقى للنفر ب 40 جنيه دي مش عارف تحيا مصر زحمة عشان العيد الدنيا زحمة هو ايه النظام هنا طيب؟ هتدفع 50 مشروب تحيا مصر اللي هناك اه طبعا ايه ده بقى؟ هناك هناك نزل تحت قطعة فطار طب وهناك زحمة كده يعني؟ لا هنا حتة رايقة بقى نطلع في كراسي ولا أعداد كده؟ كراسي
شايف اختيارات بابا؟ هو اللي اختار لنا المكان ده. هنقعد انا ايه؟ البابا اللي اختار لنا المكان ده. بابا حلو بس حلو. ايه يا عم؟ نخش ليه النفر ب 50 جنيه؟ مشروب ب 50 جنيه؟ ب 40. احنا كنا بنخش زمان ببلاش. في ايه؟ ماشي بقى، ما اعتبر دخلتي ودفعت 20 جنيه حاجه ساعه و20 جنيه. ايه طب افرق حاجه ساعه؟ بيقول لك المشروبات بس يعني عصاير. لا ندفع بقى النفر ب 100 جنيه عشان تشرب عصير. بصوا بقى المقطع مش احنا عامل ازاي بالليل؟ ما علينا من السعر يعني. انا بخاف من المرتفعات اصلا. طياره يا عاصم، طياره. تعالي من الناحيه الثانيه ونقعد. طيب مش هروح اصور لكم بقى هناك. لو كلمت اقعدي يبقى كده حلو. طيب تعالى اقول مين مين امين، قول لهم عملوا ايه في المقطم. انا رحنا المقطم دلوقتي. ايوه المقطم ما بقاش مقطم. بقى حاجه تانية عايزه اقول لكم بقى، ان هم حوطوه بسور كده. الاول كان مفتوح عادي والنفر ب 50 جنيه، تدفع 50 جنيه وتشرب اي مشروب. عصاير لا. يعني احنا كام؟ احنا خمسه عظيم محسوب. بصوا محوطينه بسور، وكل يعني كل ما تمشي شويه تلاقي قبل يسلم كده تطلع عليه يقول لك ادفعي 50 جنيه، ما تخشيش المقطم غير ما تدفعي 50 جنيه للنفر. وتاخدي بقى مشروب. مشروب ايه بقى؟ شاي، قهوه، حاجه ساقعه، بيبس. ريد بول؟ لا ريد بول. اهو بصوا شايفين السلم ده؟ هو ده اللي هنطلع عليه. مش عارفه والله اني واحد. اختار بقى، عندك اختيارات كتيره. والله الدنيا اتغيرت. هو ده؟ لا لسه لسه. لا احنا كل ما نمشي هنقابل كده، هتقابلوا سلم تاني وتختاروا بقى السلم اللي يعجبكم تطلع عليه. حلوه، في فيلا الحلوه هنا. ربنا يوعدنا بفيلا زي دي. انت بتموتني بتموتني قدام الناس. خليكم شاهدين، انا كده موت. زوج التافه رزق. هنقابل كمان سلم جاي اهو. احنا محتارين نطلع السلم ده ولا السلم ده. سلام كتير. يا سوما يلا يا سوما عشان نخش المقطم. موت موت ساندي، موت ساندي. خدي لك طلقة يا ساندي. هتطلع على ده؟ ماشي يلا. لا أنا عايزة أقول لكم إن السلم خطر خطر. أنا خايفة بجد. لا إيه ده؟ جاية جاية. أنا قسم العائلات. ايوه ايوه يا سوم. انزل استنى يا سوم، استنى ماما. حاسب لا هنا الدنيا ضلمه قوي. انا واحد ممكن تبقى تصور بقى. مش عارفه ما احنا جينا في حته ضلمه خالص. دي كده دي كده دي كده. طفي. شفت بقى قلت لك الدنيا تبقى ضلمه هنا؟ ما صدقتش. تعالى هنا خد خد هنا. هو طبعا مش شغال ده ازاي؟ خلي بالك دي كافيتيريا ودي كافيتيريا. يعني احنا تبع دي صح؟ ما كله محبوس اهو، الدنيا زحمه قوي. خد يا عاصم هتقعد، ما تمشيش انت. صور حد كده بسرعه. الله بص يا سما، عايز اقول لك ان الهواء حلو قوي هنا، بس برضه اختياراتي مدمره حياتي. فعلا دمرت حياتي. ايه اختياراتي؟ عايز ما نصور. امسكوا حاجه، امسكوا امسكوا امسكوا. انا خايف على فكره. لا انا بخاف. الجو حلو قوي. طب انت قاعد حلو يا ابني. بس الدنيا زحمه قوي هنا. لو جايين في يوم عادي. لا لا كده بص يا تاني. بس انا لو اعرف ان الدخول ب 50 والله ما كنت جيت. حرام يعني يدفع 50 جنيه عشان. طب ما بص النور. حلو الانوار دي. بص يا سوما بس كنا عايزين ننوره شويه كده يبقى باين للناس. بص بقى المقطم رايكم ايه؟ خروجه حلوه ولا ما نشوف بقى الخروجه بتاعت بكره تبقى احلى ولا لا؟ امسك عاصم. احسن حاجه بقى شويه الهواء دي، بس لو قاعدين لوحدينا كده تبقى احلى. ما بحبش الزحمه. عاصم ايه رايك في المقطم؟ حلو. هي حلوه حته الانوار اللي هم عاملينها في الارض دي، شكلها حلو. اي بقى مشروب ما عدا العصاير صح؟ اشرب بقى حلبسه. حلبسه محسوبه من ضمن المشروبات ولا لا؟ ايوه سمعت بقول لك حلبسه مش شايف. لا حلبسه احنا بنقول عليه حلبسه. تعالى يا سوم امسك سوم تطير. بص
انا همشي اتمشى لكم شويه كده عشان اوريكم بقى ايه شكله عامل ازاي. حلو قوي الحاجات الخرزيم اللي منوره في الارض دي. ايوه هي دي اللي مديها نور. فين عاصم؟ عاصم بتعمل ايه؟ تشوف النور؟ ما هو ما فيهوش كاميرا بايظه بتاعته كمان. هي شحن هنا عشان تصور. صور تيك توك صح يا سميزه؟ تعالى بقى تعالى هنا. عاصم دخلني والله عيني عليه وبصور وخايفه لا يقع. خد بص تعالى هنا في تعالى في ايدي عشان نبص هنا في ايه. ايه هتروحوا هنا؟ هتروحوا هنا يا جولد؟ انت جايبين؟ لا انا بصور بصور لهم المنظر هنا شكله حلو قوي. شوف ولا شوف بس رخمين قوي ان هم خلوه بصوص. ما انتوا سابوها زي زمان كده. اوعى تقع يا سود. كفايه بس شويه الهواء ده المنظر اللي قدام. عايز تصور معانا؟ يلا عايز اصور جنب ماما. شفت بقى الضلمه؟ ارفع التليفون كده. شفت بقى تعمل ايه؟ انا كنت عايز اجيب بقى الرينج لايت الصغير اللي بيتحط على التليفون ده عشان ينور لنا. الدنيا ضلمه خالص فينا. يا خساره انا كنت عايز العب معاك اللعبه اللي قلت لك عليها. علي لا نلعب اي حاجه ماشي نلعبها سوا بس نحدد الجزيره اللي فيها تقلبها الجزيره اللي بيرموها عارفها؟ لو وقفت يبقى انت كسبان، وقعت يبقى انت خسران. الخسران والخسران. عازمنا على رحله بقى من اول يوم. طب نلعب ملك وكتاب؟ لا تيجي نلعب جماد وحيوان. اقول لك اسم حيوان بحرف ال اللي يكسب ياخد طه. اللي يكسب يدي التاني بوسه. بوسه انت لا اللي يخسر اللي يخسر قلت لك هيتكلف بمصاريف رحله من اول يوم لاخر. لا انا هلعب واللي يكسب يدي التاني بوسه واللي يخسر يدي التاني بوسه برضه. انا مش هلعب معاك. يلا هتلعب ايه يا عرا؟ نلعب ايه؟ جماد وحيوان ولا تختار لنا لعبه ايه؟ لا مش هلعب جماد وحيوان. لعبه صراحه صراحه اقول ماشي. تحبني ولا ما بتحبنيش؟ بحبك قدام الميكس. دي الحقيقه؟ اه واخدك شفقة. انت اعترفت خليها عند ابوها 150 جنيه مش عايز تدوم لي رحت واخدها. يعني انت اعترفت قدام الناس كلها 150 يعني ادفع الفلوس يا عوبك. يعني رجعك ال 150 وتسيبني؟ اه طب مش هدفعهم لك انا معاك. انت بقى بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ لا ما بحبكش. يبقى انا غلطان كده ان انا خدتها ب 150 جنيه؟ لا انا اقول الصراحه يعني ده عشره عمري يعني 20 سنه ولا كام؟ 25 30 40 تعديش تعديش احنا عجزنا فجأة. شفت بقى انا قلت الصراحة انت ما قلتش انت بتكذب. انا بكذب ازاي؟ انت لو ما بتحبنيش كان زمانك طلقتيني. بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ اتجوزت عليها خمسة. خمسة؟ سناني ضحكت عليهم. تعجزها قوي. اقدر انت بس اللي معايا. يعني انت بتفكر انت تتجوز عليها؟ لا ابدا والله ابدا. انا عندي غيرك. مش مصدق بقى. لا لا والله ماليش غيرك. لغايه لما اخد ال 150 جنيه بس نصدقه. بعد ظروفه صعبه نصدقه. طب مين الكذاب؟ احلى حاجه الصراحه في الجو الفاضي ده الصراحه. اه طب اسالني انت بقى. اسالك بس سؤال كده حلو في الجو. لو قلت اي حاجه غلط الفيديو ده ينزل من غير ما بتحب ابوك ولا امك اكتر؟ السؤال ده الاثنين طبعا. لا 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 الاثنين بالامانه ابوك ولا امك اكتر؟ ولا امك اكتر؟ لا انا يعني احب الاثنين طبعا. بابا بابا قد ماما؟ بس بابا اطول من ماما. ايوه ممكن بابا يبقى حته زياده عشان هو طويل. هي دي الحقيقه. وماما قصيره. ماما قصيره زي جوزي وبابا طويل زيي. ها انا طالعه لبابا طويله. جوزك طويل؟ لا قصير. النور قطعت النور علينا بالكهرباء. طويل جوزك طويل يا ماما. طب احنا عايزين نلعب بجد عشان نشوف مين اللي هيخسر. عايز لازم ندبسك. اللي يخسر يشيل مصاريف اسكندريه رايح جاي. اه بص احنا انا نفسي اطلع رحله اول اسكندريه عند صاحبتي اميره حبيبتي بقى من اسكندريه من هنا بقول لك. واحنا من المقطم بنقول لك جايزين اوضه عندي. احنا جايين لك يا اميره. ومش جايين على يوم جايين نقعد يومين. احنا نقعد اسبوع عند اميره. لا يومين يومين عشان ما نتقلش على الناس. جايزين اوضه عندك بقى ماشي. انا جاي لك في اسكندريه. بحب اسكندريه جدا مع ان احمد ما بيحبهاش. انا ما بحبش اسكندريه صراحه. انا بحبها جدا لان في ليا ذكريات هناك. فانا عايزه اطلع رحله بجد. احنا على طول بنروح راس البر احنا مرتين السنه دي. عايز اروح راس البر بس انا كان نفسي اروح اسكندريه. ماشي استاذنكم بس عشان اروح انا وسوما مشوار عشان عنده مشكله كده اخلصها له وادي. طب روح هستناكوا طبعا ما نشوف عاصم رايح فين. سامعين صوت الطيارات؟ هنا في طيارات كتير قوي. هنشوف ساندي وملك بيعملوا ايه؟ ملك بتعملوا ايه؟ انت بتضربي الكشاف في عيني؟ ماشي يا ملك.
لا الجو حلو بصراحه، كنت عماله اقول مش عايز اجي، لا بس الجو حلو. انا قلت الاقيه بقى مضلم، بس انا مشغله كشاف قدامي عشان عشان تشوفوني وتشوفوا المنظر. الدنيا ظلمه شويه. تعالى يا مرحبا يا مرحبا. دخلت البيبي؟ اه. لا انا مرحبا. قلت الواد عاصم عمل حمام على مصر كلها من فوق. غرقته كلها من فوق. غرقته احنا. غرقنا مصر. مصر مصر ده حذركم من فيضان قادم. لا هو عاصم لما بيعمل بيبي مش قادر اقول لكم. هتلعبي ولا مش هتلعبي؟ لا ما خلاص انت كده خسران، انت اللي هتعزمني على الرحله. خسران ازاي؟ خلاص احنا رايحين لك يا اميره اهو، واحمد اللي هيتكلف. احمد اللي هيتكلف بمصاريف الرحله. احنا جايين لك يا اميره، حضر لنا بقى الغدا كده قبل ما نوصل لك. ماشي خلاص احنا هنمشي بكره، ايه رايك؟ اتفقنا. لا بكره ايه؟ لا مش هينفع اصلا نديها. لا بعد العيد. بعد العيد بخمس ايام. احنا ممكن اصور لكم الرحله دي بجد، انا نفسي اطلعها بس هتبقى بعد العيد، لان اللي بيقولوا العيد خمس ايام كده. انت بتحدد خمس ايام ليه؟ خلاص مش هتحدد بخمس ايام. هنطلعها. انت خلاص قلت قدام الناس وانت هتطلعني رحله خمس ايام. خمس ايام مفيش رجوع في الكلام تاني. خمس ايام مش عشان اصور لهم الرحله بتاعتنا، عشان احنا هنسافر في القطر باذن الله. باذن الله كده من دون مقاطعه هنسافر في القطر. القطر اللي عايزين نجربه. انا نفسي اجربه بصراحه، بدل الزوبه بتاعته المكسحه دي مش هتودينا. هتوديها على الزوبه عشان تروحي. زوبة فاكرين السنة اللي فاتت عملت فينا ايه؟ فاكرين؟ بهدلتنا، ودتنا المصيف على ثلاث ايام. وريهم بقى المنظر الحلو ده بقى شوية كده. تقفلي. عشان احنا خلاص بقى هنمشي، كفاية كده. أنا خايفة على عاصم بصراحة، مش عايز ساكت. لا أنا خايفة عليك يا عاصم. أديهم ساندي وملك عمال. ساندي وملك تيك توك على طول، بصوا ما بيعملوش حاجة في حياتهم غير التيك توك. ساندي وراك امتحانات يا حبيبتي. فاضلك كام يوم على الامتحانات؟ ايه ده بقى؟ ماشي يا سانتي. انا صورت كل ده والله. هخرج بقى واشوفها هنروح ولا هنعمل ايه؟ احنا عندنا شوي في البيت ولا ايه؟ معلش ممكن تقفل ثانية. نشوي النهارده عند المقطع. تقفل ثانية ناخد صورة عائلية؟ اه تعالي يا سانتي. ناخد صورة ونرجع لكم تاني. نزلنا على ايه دلوقتي؟ بص احنا خرجنا من المقطم وعايزين ندبسه في اي حاجه نشربها، مش هنبص عشان نخش نسير ونقول اكل، عشان احنا لسه هنروح نقعد نشوي. انت عندك شوي في البيت؟ لا انا مالي يا اخويا، انا بس انا اللي كنت انا في الشوي. يلا بقى المنيو جاي اهو، نجيب بقى دكتور احنا عند عصاير الكوبيسي فين يا فندم؟ مش عارفه اجيبها لك اهو. الكلمه جايه بالشقلوب. هنجيب لنا قنبلة ولا عصير مانجا ولا ايه؟ قنبلة. عندنا عصير تين شوكي، انا عايز عصير تين شوكي. ايه؟ هجيب لهم قنبلة. عصير يا سندي؟ تين شوكي. ايه تين شوكي؟ في عصير شوكي يا الله؟ ايه؟ عصير تين شوكي. الله ايه اختراعات دي؟ اختراعات حلوة اللي في المقطم. يا ملك تشرب عصير ايه؟ عصومة. ملك هتشرب عصير دوم. ملك. اشرب ايه؟ اشرب ايه يا عصير؟ في مانجا، تشربوا مانجا؟ شبه مانجا؟ لا الدنيا زحمة أوي. بصوا الترابيزة زحمة عاملة إزاي؟ نشوف بقى نجيب إيه نشربه ونروح نركب العربية، أنا عطشانة جدا جدا. أهو كده هترسي على عصير قصب صح؟ مش هترسي على عصير قصب في الآخر؟ أه ولا عشان ده الموضوع صعب خالص. قول قول ايه الاسعار؟ ايه الاسعار؟ ايه قول. لا حلو والله سهل. انت حاسس رايح تشتري ارض ولا شقه ولا ايه؟ رايح تشتري ايه؟ انا مالي يا اخويا انا مش قادر امشي، انا عطشان هشرب لو عصير قصب. لو عصير قصب يا ابني انا رد يا ابني. لا تقفل عشان اعمل كاري. لا كمان مش هترسي على عصير، مش هترسي على عصير قصب، كمان شكله هيروحنا كده. قول قول. انا قفلت الكاميرا اهو. بصوا رستك على قصب، عشان انا قلت لكم هترسي في الاخر على عصير قصب. بس يا سلام كده؟ اه ده انا هشرب لك رستك على قصب اهو، ولا قنبله ولا مانجا. هنشرب القصب. وشيبسي. قصب وشيبسي. عايز اقول لكم ان طعمه حلو. تصور عصير المقطم حلو برضه. اه بقى هات شيبسي اهو. بص بعد العصير خليته يجيب لي، ما ينفعش عصير بس. جنزية
لا لا انت قلت حاجه تاني كله مسجل هنا واسمع لما اروح. قلت ايه بقى؟ طب سعيد هعيد ثاني والله. لا قلت بعد عصير قصب خدت كنزيه. خدت الكايزه. خدت كنزيه. انا لازم انا اغرمها بقى. انت ما رضيتش تجيب القنبله. مش عايز اقول لهم القنبله ازاي؟ مش عايز اقول لهم انت لقيت سعرها كام. بس يلا القنبله غاليه دلوقتي وبعدين تبع لا هي العربيه التصنيع. اشرب الكنزيه مرتاحه. لا مش انت حاضر. بصوا بقى بعد ما شربت الكنزاه وعصير القصب خليته وجاب لنا ايه تاني؟ عايز اقول لكم ان هو هيطفش مننا. احسنت فلتنا بابا صح؟ عشان يحرم يحرم يخرجنا خروجه مش على مزاجه. بس قولوا ايه رايكم في خروجه المقطم؟ شكله جامد. هجرب وادوق واقول لكم. عايز اقول لكم ايه يا سنت؟ مالك يا سنت؟ في بطيخ؟ في كريز؟ في بطيخ وبرقوق وتفاح و كام بقى دي يا سنت؟ 20 جنيه. 20 جنيه؟ دوري وقولي لي عشان مش عارفه ادوق. المكان زحمه جدا مش عارفين نقعد. انا هاخده بقى ونروح ناكله في العربيه.